معاكم حمد الجنيبي، نائب رئيس مجلس شباب حديد الإمارات أركان، متواجد معاكم اليوم في الدورة الثانية من ملتقى الشباب في الصناعة والتكنولوجيا اللي تستضيفها شركتنا، حيث نناقش مع ممثلي أكثر من 20 من مجالس شركات التصنيع والتكنولوجيا عدة مواضيع وأفكار حول دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الغالي. ونسعى من خلال هذه الحوارات الشبابية إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة واستكشاف الحلول المبتكرة من خلال زيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير في حياتنا اليومية وتأثير الذكاء الاصطناعي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجنسين. يقع على عاتقنا نحن الشباب مسؤولية قيادة التغيير لضمان مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة.